اهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الساعه من التغطيه المباشره حول اخر مستجدات الاوضاع في قطاع غزه. مؤخرا اعلنت الامم المتحده ان ازاله حجم ركام الناجم عن التدمير المطلق اللي تم بالاعتداء على غزه وبتعمد وعدوان اسرائيلي سوف يستغرق قرابه 14 عاما تقريبا من الجهد المكثف، وهذا الامر بينبئ بحجم ومدى التدمير الذي تعرض له سكان قطاع غزة والاقتصاد الفلسطيني بشكل عام على مدار 7 أشهر تقريبا من العدوان والاجتياح والقذف المتواصل. بالتأكيد هذا التدمير بحجم مبالغ فيه من حيث عدد اعداد القوات التي خصصت لتنفيذ هذا الاعتداء البربري، ايضا من حيث حجم النيران المستخدمة والقصف المتواصل سواء من الجو او من الارض او بالاجتياح، ومن ثم بالتأكيد ايضا هذا الضرر نال من الاقتصاد الاسرائيلي و أدى إلى تأخير أو بمعنى أصح تراجع التصنيف الائتماني وتأثير قوي على حجم العمالة التي تم الزج بها في الحرب وفق قوات الاحتياط وتقويض حجم الاقتصاد والسياحة بشكل عام. هذا الأمر أيضا أسفر في النهاية عن تخفيض كما أوضحنا التصنيف الائتماني لدولة إسرائيل المعتدية وتهديد بتراجعات أخرى في هذا التصنيف. وعلى مدار ساعة تقريبا سنتناول هذا الملف لنتباحث كيف نتعرف من المحللين والخبراء كيف هذا العدوان المتواصل الذي لم يتوقف حتى الآن على الاقتصاد الفلسطيني، وأيضا ما الضرر الذي يناله الاقتصاد الإسرائيلي. عموما ينضم إلينا على شاشتنين مباشرة دكتور محمود دعنبر أستاذ الاقتصاد واستشاري البنك الدولي. دكتور محمود تحيا فن. دكتور محمود اسمع حضرتك. اهلا وسهلا يا فندم. يعني دكتور بعد كيف ترى اعلان الامم المتحده حجم الدمار اللي نال من قطاع غزه وان ازاله الركام الناتج عن هذا الدمار يستغرق مده 14 سنه وتاثيره وابعاده الاقتصاديه على الاقتصاد الفلسطيني؟ يعني يمكن اخذا بس من المقدمه اللي حضرتك تفضلت بيها لرصد يعني واقع الحياه الاقتصاديه او واقع الحياه بشكل عام في قطاع غزه نتيجه للعدوان القاسم من جانب الطرف الاسرائيلي، يمكن ووفقا لبعض الأرقام والمؤشرات التي تحدثت عنها بعض المؤسسات الدولية، يعني التدمير لم يكن مجرد تدمير للمؤسسات تحتية وتدمير كامل لقطاعات اقتصادية، يمكن بعض هذه القطاعات وصل فيها قطاع غزة إلى قدر من الاكتفاء الذاتي، لكنه كمان كان تدميرا للموارد البشرية نفسها، يعني فيما يتعلق مثلا بالتقديرات الخاصة بمنظمة العمل الدولية رصدت انه من جراء هذا العدوان كان هناك فقدان حوالي 90% من الوظائف العامة المقدرة من القطاع الخاص المقدرة ب 200,000 وظيفة، 15% في القطاع العام، 1.1 مليون دولار يوميا. ده بيؤكد او بيعادل انخفاض للناتج المحلي الاجمالي للقطاع بما يعادل 80%، وبالتالي هذا يؤكد على ان هناك يعني تدميرا كاملا للقطاع او للحياه الاقتصاديه بشكل عام، خاصه انه 25% من الشهداء الذين تم استهدافهم هم في سن العمل او في قوه الشباب، وبالتالي الحديث عن اعاده الاعمار بهذه المده الطويله الامر يتطلب يعني ما يشابه او ما يوازي مشروع مارشال لاعاده اعمار اوروبا، رغم انه حيكتنف او حيظل كثير من الضمانات على المستوى الدولي نعم. اذا اخر الاداري بالتاكيد ايضا البنيه الاداريه في هذا القطاع قد دمرت، وظهر هذا الامر جليا في عدم وجود اليات او اداره محكمه لاداره المساعدات وحجم الاغاثه، يعني كيف ايضا عن اعاده البنيه التحتيه الاداريه في هذا القطاع؟
يعني يمكن هذه نقطة يعني محورية في هذا الإطار، وده يمكن بيؤكد أن هذا التدمير كان تدميرا ممنهجا ولم يكن بشكل عشوائي. نعم. لم يكن مجرد يعني الحديث عن تدمير بشكل عشوائي لمجموع للبنية التحتية أو للطرق أو لبعض القطاعات، ولكنه كان بشكل ممنهج بالشكل الذي يعني يقترب كثيرا من حالة من حالات تصفية عرقية، ولكن في ثوب جديد مختلف. فكرة تدمير المؤسسات الإدارية بالشكل اللي خلق معاه حتى توجيه المساعدات إلى القطاع أصبحت عملية مستحيلة لعدم وجود بنية تحتية إدارية، يعني ده واحد من الأسباب اللي بتظل معوقا أساسيا لعملية إعادة الإعمار حتى ولو توافر التمويل لهذا الأمر. يمكن تعمد قتل المعيلين زي ما ذكرت لحضرتك انه هيؤدي الى ظهور مشكلة لانتشار عمالة الاطفال، لانه يعني المأساة هنا انه بدلا من هؤلاء الاطفال نظرا لعدم وجود لا تعليم ولا بنية تحتية هيتجه الى سوق العمل في سن مبكر جدا، وبالتالي هذا الاستهداف كان استهدافا ممنهجا يأخذ في اعتباره ليس فقط تدمير البنية التحتية ولكن خروجا عن كافة الأنماط العسكرية حتى بتدمير البنى التحتية والبنى التحتية الإدارية لوضع معوقات يعني تكاد تقترب من فكرة استحالة إعادة الإعمار، اللهم إلا إذا كان هناك زي ما ذكرت لحضرتك مجموعة من الضمانات، لأنه الآن لا حديث عن إدارة محلية، لا حديث عن مؤسسات يمكن أن حتى تتلقى المساعدات والمعونات، لا حديث عن بعض القطاعات الاقتصادية زي القطاع الزراعي زي قطاع البنية التحتية، هناك بعض الزراعات اللي كانت يشكل فيها هذا القطاع ميزة نسبية تكاد تصل إلى ميزة مطلقة محققة اكتفاء ذاتي في هذا الإطار، كل هذه أمور تم تدميرها بالكامل سواء من الناحية الاقتصادية أو حتى من الناحية الإدارية، وبالتالي إعادة الإعمار ابتداءً قبل الحديث عن إزالة الركام في هذا طبعا التوقيت المبالغ فيه، لكنه الأمر يتطلب في البداية إعادة إعمار وإعادة بناء المؤسسات الإدارية بعد الحصول على الضمانات الكافية. نعم، ما هو ده السؤال التالي يا دكتور، يعني إذا كنا بنتكلم إن إحنا سنبدأ من نقطة صفر إذا ما العدوان، يعني برأيك أو تصورك ما هي الآليات التي يمكن أن تتبع أو تتخذ سواء حتى من خارج يعني القطاع؟ بالتأكيد عملية إعادة الإعمار سواء على مستوى البنية التحتية أو البنية الإدارية حتى ولو مدار المدة اللي حددتها الأمم المتحدة أو أعلنتها تقريبية. يعني خليني أذكر لحضرتك أنه بعيدا عن مناقشة المدة التي حددتها الأمم المتحدة واللي يعني حقيقة الأمر فيها كثير من علامات الاستفهام، وبعيدا عن التمويل ماذا أو الحديث عن الضمانات الملزمة للجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بإعادة العدوان مرة أخرى، من هي وفي ظل الأمريكية وغيره، وفي ظل أيضا صمت المؤسسات الدولية المعنية بالأمور الإنسانية والأمور الاقتصادية داخل هذا القطاع، يعني ما هي الضمانات التي يمكن أن تلزم الطرف الإسرائيلي للبدء في إعادة الإعمار بشكل، لأنه طبعا في النهاية يعني أي طرف يعني يفكر في إعادة الإعمار يحتاج إلى مزيد من الضمانات من كمان في الاعتبار أنه يعني القطاع الزراعي اللي كان بيشكل ميزة تكاد تكون مطلقة للقطاع تم تدميره بما يعادل 50% من الأراضي الزراعية. القطاع الخاص أيضا الآن يعاني من صعوبات مباشرة وغير مباشرة أيضا فيما يتعلق بالإنتاج الحيواني. اضطروا اضطرارا نظرا لأمل أن لا انتهى من جانب الطرف ألاف مع الدقيق لإعداد الخصوص بسبب
مارتينيه كمان حتى يمكن استغرق 3 أشهر على موافقة من جانب السلطات الإسرائيلية لتسليم ما يعادل 500 طن من الأعلاف، ليس استخدامها للأغراض أو للثروة الحيوانية، وإنما استغراضها لاستخدامها للمواطنين أنفسهم. وبالتالي كيف يمكن التعامل مع كيان يتعامل بهذا الشكل في الحديث عن إعادة إعمار وإعادة تنمية وإعادة الحياة لمنطقة تم تدميرها بالكامل تدميرا ممنهجا بالشكل اللي يستحيل معه إعادة الإعمار دون الحصول على ضمانات دولية تلزم الجانب الإسرائيلي حتى فتح باب الثقة للشركات أو للدول التي تنتوي إعادة الإعمار داخل. نعم دكتور محمود، أرجو أن تبقى معي ونضيف من المستجدات أيضا، حيث أكد الأمين العام لجماعة الدول العربية أبو الغيث نجرام الإسرائيلي في حق العموم الفلسطينيين تمتد وسعى خلالها إلى الإنتاج سرقة مغطاة الشد. التصريح خلال شراكة الأمين العام للدول العربية في افتتاح الدورة 50 لمؤتمر العمل العربي والمنعقد في بغداد. أيضا فكما تتابعون جميعا تتعرض فلسطين لهجوم وحشي خطير بشتى أنواع الأسلحة خلال تبدأ من أكتوبر من العام الصيني وسرقة الشعب بشتى الطرق. استمرارا للجهود لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين وبتوجيهات من السيد عبد الفتاح، وصلت القوات المسلحة المصرية اليومي لشحنات والتي تضم أطنان التربية والغذائية وإعدادها للإسقاط الجوي بالمناطق المخططة شمال القطاع. كما تستمر أيضا الجهود المصرية لتأمين تدفق المساعدات بصورة كافية وتسهيل وصولها عبر مطار وميناء العريش ونقلها إلى داخل القطاع عبر معبر رفح البري. نتابع. يشهد العالم منذ شهور مأساة كبرى بجوارنا في فلسطين العزيزة، حيث يسقط آلاف الشهداء في قطاع غزة وتعرض الأحياء منهم لمعاناة إنسانية غير مسبوقة. نبذل أقصى ما نستطيع من جهد وطاقة لحمايتهم وإغاثتهم عن طريق وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات لهم. استمراراً للجهود التي تبذلها الدولة المصرية لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في محنتهم الحالية ودعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية للوصول إلى التهدئة وضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة، وبتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصلت القوات المسلحة المصرية الإعداد والتجهيز اليومي لشحنات المساعدات الإنسانية والتي تضم أطنانا من المستلزمات الطبية والغذائية وإعدادها للإسقاط الجوي بالمناطق المخططة شمال القطاع. غزة إسقاطا يوميا للاحتياجات الإغاثية ومستلزمات العيشة الإنسانية.
عبر طائرات النقل العسكرية المصرية ضمن الجسر الجوي الممتد منذ شهر فبراير الماضي وحتى اليوم لنقل مئات الأطنان من المساعدات للأشقاء الفلسطينيين. فيما تستمر الجهود المصرية على مدار الساعة لتأمين تدفق المساعدات بصورة كافية ومستدامة وبالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة وتوفير كافة التسهيلات والتجهيزات اللوجستية والفنية لتسهيل وصولها عبر مطار وميناء العريش ونقلها إلى داخل القطاع عبر معبر رفح البري، وذلك بجانب قوافل الشحن بالمساعدات المبادرات الإنسانية لمؤسسات المجتمع المدني للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين وتقديم يد العون لهم. ومشاهدينا الكرام، بعد أن تابعنا التقرير، عودة الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد واستشاري البنك الدولي. يعني عذرا عن انتظار يا دكتور، يعني احنا عن بدء من نقطة صفر لإعادة وتأهيل البنية التحتية والإدارية المحلية داخل قطاع. من وجهة نظرك، ما هي المطالب التي يجب أن تتوافر في الجهات المعنية بإعادة التأهيل سواء من الدول المحيطة والأشقاء أو حتى من الداخل الفلسطيني لإعادة هذه البنية؟ يعني ابتداء الأمر يحتاج إلى الضغط على المجتمع المدني الإعمارات الدولية بشكل كامل، بمعنى أنه لا يوجد ما يعني الخبرة التاريخية تقول في التعامل مع الجانب الإسرائيلي أنه لا ضمانات يمكن أخذها في هذا الإطار، وهذا أمر يعني معروف تاريخيا منذ القدم، لأنه الآن كيف يمكن، يعني هذا هو السؤال المطروح، كيف يمكن الحديث عن إعادة الإعمار في البنية التحتية والطرق والمواصلات وجد ضمانات حتى هذه اللحظة عن إبقاء الناس والأفراد على قيد الحياة من خلال مجرد السماح لدخول الناس. بنتكلم عن أغراض دينية بالأمكارية، ولا الأمور الاستراتيجية لم تستطع المؤسسات الدولية الضغط على الجانب الإسرائيلي لمجرد إبقاء الناس أحياء، ثم الحديث عن محاولة لإعادة الإعمار بشكل أو بآخر. الأمر يجب أن يخرج من إطار التنظير والتعامل مع العالم بمجرد إلى كونه الحديث عن عملية خطوات تنفيذية حقيقية على أرض الواقع تكتنفها الكثير من الضمانات على الملزمة للجانب الإسرائيلي، لأنه كثير من التقارير الدولية وبعض الخبراء الاقتصاديين يتحدثوا ان عملية اعادة الاعمار قد تمتد الى عام 2092. هذا امر يتفق مع اجدم عالمية، يعني اذا احنا بس عن اكتر من المدة اللي قبلت الامم المتحدة. بالضبط، هناك بعض يعني التصريحات من الخبراء الاقتصاديين المعنيين واللي بيمثلوا مؤسسات معنية في ظل هذا التوقيت يتحدثون الامر، لانه الامر اكثر من فكرة توفير التمويل اللازم لعملية اعادة الاعمار. الامر يتطلب ضمانات، الامر يتطلب حتى ثقة الشركات التي يمكن ان تعمل في اعادة الاعمار ضمانات من الجانب الاسرائيلي بعدم تعرضها للقصف او ما شابه من خلال يعني ادعاء المظلومية من الطرف الاسرائيلي دي يعني استحالة عملية اعادة الاعمار بشكل او باخر، لانه زي ما ذكرت لحضرتك ما تم من تدمير وفحص لهذا القطاع لم يكن مجرد تدميرا عسكريا لاي حالة عسكرية، لكنها كانت عملية ممنهجة استهدفت كافة القطاعات واولها كان العنصر البشري، وبالتالي فكرة عملية اعادة الاعمار تتطلب ابتداء اعادة وتأهيل العنصر البشري مرة أخرى. أنا بتكلم مع حضرتك أن 25% من الشهداء
في قطاع غزة يعني في قوة العمل وفي سن الشباب، وبالتالي تأثيراتهم الاقتصادية هي تأثيرات مزدوجة، لم تكن ليست تأثيرات فردية، لأن هؤلاء يعتبروا معينين لأسر معينة، وبالتالي سوف تكون الأضرار في خفض القوة الشرائية أو في لجوء واضطرار الأطفال في سن التعليم إلى اللجوء إلى سوق العمل، وهذا له تأثيرات على المدى الطويل في منتهى الخطورة على المستوى الاقتصادي. نعم دكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد واستشار انضم الى الاستاذ ايمن بينا ابراهيم استاذ ايمن يعني بعد التحيه برايك كيف تقدير الامم المتحده لحاجه قطاع غزه الى مزيد او ما يقرب من 14 عام تسببت طيب حتى نعاود التواصل الاستاذ ايمن باهي نائب رئيس تحرير جريده المساء ارجع لدكتور محمود. طيب دكتور اذا ما انتقلنا للشق الاخر وهو هذه الحرب على الاقتصاد وتراجع التصنيف الائتماني للاقتصاد الاسرائيلي كيف تلعب بعد هذا التاثير؟ دكتور محمود دكتور محمود هل تسمع؟ نعم محمود انا اسمح دكتور رؤيتك لتأثير هذا الجانب الاخر وهو الجانب الائتماني للاقتصاد الاسرائيلي. يعني على الجانب الاسرائيلي منذ بداية هذا هي تأثيرات لا يمكن رصدها بحال من الأحوال، لأنه التأثيرات أكبر من تراجع التصنيف طبعا تأثيراته المباشرة والمباشرة على الاقتصاد سواء تتعلق بتوفير مناخير للاستثمار أدى إلى أمور كثيرة، سواء طبعا أتحدث عن استثمار مباشر لأنه فكرة الاستقرار الأمني واحد من أهم محددات عملية الاستثمار الأجنبي المباشر، حتى كمان استثمارات غير المباشرة وتأثر بشكل كبير البورصة في إسرائيل، لكنه الأمر يتعدى كل هذه التداعيات إلى باتت تشكل تهديدا للكيان نفسه، لأنه منذ بداية هذا من إلى خارجها في تزايد لا يقين التي تكتنف في العالم منذ الحرب الروسية الأوكرانية ازدادت حدة في هذا الكيان بشكل الذي أثر على وضع الدعم اللامتناهي الدول يعني التي ترعى هذا الجانب تأثيرات كبيرة، لأنه التجربة إسرائيل لا تجيد سياسة نفسها الإسرائيلي هو اقتصاد إلى حد كبير اقتصاد منكشف يتأثر كثيرا بالإكسترنال شوكس أو الصدمات الخارجية، ليس لديه المرونة الكافية للتعامل مع هذه الصدمات، معدلات التضخم هناك مرتفعة أصلا قبل بداية هذا الصراع، زاد هذا الصراع من حدة يعني العملية الاقتصادية خاصة أنه تم في الواقع المكاسب الخسائر تقديرات رسمية تقدرها لأنها مختلفة وتتزايد يوما بعد يوم، خاصة فيما يتعلق بالقطاعات الخاصة بتدفق الاستثمارات الدولية نحو إسرائيل والخسارات المتكررة فيما يتعلق بالأسواق المالية. نعم دكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد واستشاري البنك الدولي بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وعلى تحليل كنت معنا شاشه الاخبار وعودنا الاتصال بالاستاذ ايمن باهي نائب جريد استاذ ايمن يا فندم تحياتي يا فندم. يعني استاذ ايمن بدايه كنا نتحدث عن تاثير الحرب والعدوان الاسرائيلي على قطاع غزه على الناحيه من الناحيه الاقتصاديه
يعني ضيفنا السابق إعادة الإعمار تكون كافية، كيف تصريح من الأمم المتحدة برأيك أبعاد تأثير الحرب على الجانب الاقتصادي؟ بالتأكيد الحرب لها خصوصا بعد الفترة الماضية، وده بيأكد انه فعلا حدث اعماره مرة اخرى، وده هيحتاج كمان مشاركة فاعلة من العديد من الدول، سواء من الدول اللي داخل المنطقة او الدول خارج المنطقة، وهيحتاج تمويل كبير. نعم طيب اتفضل. طيب احنا بنتحدث عن انه يحتاج الى انه سيتم هذا تتم إعادة الإعمار مرحلية أم ستكون بالتوازي بين مختلف القطاعات حتى لا تطول هذه المدة؟ والله هي إعادة الإعمار مش هنقدر نبدأ فيها إلا قبل وقف إطلاق النار، والإعلان عن الهدنة والإعلان عن وقف إطلاق شامل وكامل لإطلاق النار من كلا الجانبين، وتدخل الوسطاء والتزام كل طرف بالهدنة، وبالتالي بعد المرحلة دي تنتقل لمرحلة إعادة الإعمار اللي فعلا ممكن تستغرق. هذه الحرب أيضا كانت للجانب الإسرائيلي بتضم كل الدول المتحده، الا ان التأثير على حجم اللي تم الضخ بها في قوات الاحتياط، والتأثير على بعض القطاعات مثل القطاع السياحي وحركه التصدير وما الى ذلك، يعني كيف ترى ايضا هذا التأثير الموازي على الاقتصاد الاسرائيلي؟ بالتأكيد الحرب الاسرائيليه مع قطاع غزه اثرت بشكل كبير جدا على الاقتصاد الاسرائيلي، خصوصا مع تسخير الاقتصاد الحكومة الاسرائيلية لكافة مواردها الى الجيش الاسرائيلي، وده بالتالي بيأثر على عجلة الاقتصاد بشكل عام في الدولة، خصوصا تعتمد على السياحة على التجارة وعلى شكل تحسين اقتصادها في ظل الحروب وظل المعارك، بيبقى في تأثير سلبي للغاية، ان المصاريف اللي بتتصرف في اليوم الواحد في الحرب بالنسبة للجيش الاسرائيلي يعني تتخطى الملايين الدولارات. نعم. وده على عكس الجهة المقابلة اللي هي حركة حماس، اللي هي تكلفة الحرب بالنسبة المادية بالنسبة تكلفة الواقعة على دولة لقب تواريخ لجنود لإعادة تجهيز منشآت، الموضوع بالنسبة لهم يعني بيمثل خسارة كبيرة. نعم. وده أدعى إنهم يوافقوا على الهدنة اللي مصر تتوسط فيها بقالها فترة، يعني واللي هي بإذن الله تدخل حيز التنفيذ خلال الفترة القادمة. يعني هذا ما كنت سأسأل عنه، هل ترى أن تصريح الأمم المتحدة بالحديث حول المدة المطلوبة لإعادة الإعمار هي تومئ أو تشير إلى احتمالية توقف هذه الحرب في القريب العاجل، أم أنها هي مجرد تنبؤات سابقة لأوانها؟ لا بالعكس، هي بتشير الى ان الحرب هتوقف يعني، او هيتم ايقافها خلال الفتره القادمه باذن الله، لان التصريحات المعلنه مؤخرا سواء من الحكومه المصريه او من الوسطاء تؤكد ما لا يدعو مجالا للشك ان الهدنه قائمه وحيز التنفيذ، والتسريبات اللي خارجه من الصحافه الاسرائيليه بتؤكد ان الهدنة دي قد تستمر الى سنة، فده معناه ده اللي يقول هيحصل توقف. نعم استاذ ايمن باهي رئيس تحرير جريدة مصر، انا بشكر حضرتك شكر جزيل على هذا مباشرة على شاشة قناة النيل الاخبار.
مشاهدينا الكرام، تغطيتنا متواصلة على رأس الساعة، تابعونا دائما.